هاي رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد انا ونايا. اليوم فكرة الفيديو انه حبينا انا ونايا نساوي تحدي. الصراحة رح جهز لها شوية اسئلة واسألها ياهن لنايا وتحكي لي هي كل شي بصراحة، كل شي مخبى رح يبين هلأ بهذا الفيديو، وهي كمان رح تسألني اسئلة صريحة بس ما تكون كتير محرجة، تسأليني اسئلة خفيفة ماشي؟ حاضر. فإذا انتو جداد على قناتنا لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، ورجاءا اللي عنده اقتراحات لفيديوهات جديدة اكتبولنا بالكومنتات لأنه نحنا ما عم نعرف شو بدنا نعمل فيديوهات، يعني في كتير اشياء براسي بس احيانا بقول حالي هذا بيزبط، وفي كتير فيديوهات صورتهم وما عم نزلون. فانتو شو بتحبوا انواع الفيديوهات، شو بتحبوا قصص، شو بتحبوا اشياء تعرفوها عني انا ونايا وميلا، اكتبوا لنا بالكومنتات ونحن بنعملكم عليها فيديو. ويلا معنا نبلش التحدي. انت اول. انا اول ايه. السؤال الاول حيكون بدك تحكي بس الصراحه. شيلي هاي. اي هو بتحبي اكثر؟ هلا نايا هي وصغيرة كانت كتير تحب طبخي بشكل مو طبيعي، تقلي طبخاتك يا ماما. بعد ما فتنا على الروضة وفتنا على المدرسة حسيت شوي في تغير، فهلا رح اسألك السؤال التالي، أي هو أطيب؟ طبخ الماما ولا الطبخ اللي بتاكليه بالمدرسة؟ الصراحة هي طبخ الماما بشهي القلب من الطفولة. ليكي رح وقف الفيديو واسألك صراحة ماشي؟ ايه وقفت الفيديو. شوف أي أطيب؟ الصراحة تبعي ما بصير نكسبها؟ ما بكسب الصراحة تبعي. عن جد الأكل تبعي أكثر؟ والله. طيب رح أرجع أشغل. مين بتحبي أكثر أنا ولا أختي؟ الصراحة بدي رجعي عيد السؤال لأني ما سمعت. مين بتحبي أكثر أنا ولا أختي؟ قولي الصراحة. هلا أنا ما فيني أحب حدا أكثر، انتي واختك بحبكم نفس الشيء. هلا اختك بما انه هي الاصغر اللي كنت ساوي لك اياه انتي وصغيره، هلا عم ساوي لها اياه لاختك. مثلا هلا انا فيني احمل اختك على كتافي، ساوي لها كثير قصص انا كنت ساوي لك اياها انتي وصغيره، بس هلا ما شاء الله انتي كبرتي وكبرتي. طيب بس قولي لي الصراحه مين بتحبي اكثر؟ نايا وميلا. ما فيني احب حدا اكثر صراحه. اكيد الصراحه صراحه مليار بالمية نايا وميلا. نايا وميلا بقلبي. حاضر. السؤال هلأ رح يكون كالتالي، رح نصعب الأسئلة بالتدريج ماشي؟ شو الأشياء اللي ما بتحبيها فيني؟ مثلا شغلة أنا مثلا سويتها أو شغلة عملتها وأنت ما بتحبيها فيني. حبيني فيها بليز لولو. مثلتيني شوي. قلك قليلي معلش لا تخسري صراحة. الصراحة هي انه الغرض اللي ما بحبه فيكي الوحيد هو انك تصوري فيديوهات وتتركينا لحالنا قاعدين. صدمة كبيرة. صور فيديوهات انا مضطرة اني لانه عندي صفحة على التيك توك وعندي صفحة على اليوتيوب. هلا هي صعقتني يعني طبعا بهذا السؤال ما عاد اعرف شو بس انه يعني ما بقعد معكم انا بلعب معكم نسوي نشاطات سوا بس مو كل النهار. اكيد مو كل النهار. ماما هي الشغله الوحيده ما بحبها بكرا. فاكيد مو كل يوم، انا عندي اشغال البيت وعندي صفحه اليوتيوب وعندي هلا اصل الفيديو مصوره بده تقصيص وتظبيط وعندكم مدرسه وفي التدريس. ف بس ماما انا كمان عندي صفحه على التيك توك. صح نايا كمان عندها صفحة على التيك توك، الكل يروح يتابع نايا الجميلة الحلوة. يلا هلا يلا. شو بتحبي أكثر، إنك تضلي قاعدة معي ومع ميلا طوال النهار أو إنك تضلي نايمة بتختك طوال النهار؟ شو بتختاري؟ لا هلا أكيد أنا بحب أقعد معك ومع ميلا طوال الصراحة ما بدنا هلا كثير حكي. والله الصراحة أكيد بحب أقعد معكم وعميلة طوال النهار، بس لما بكون كتير تعبانة لمرحلة إني أنا ما أقدر فيها أكون قومة من التخت معناتها بكون موصلة لمرحلة أعلى مراحل التعب، لهيك لما بكون تعبانة أكيد بفضل إني أرتاح حتى أرجع لحياتي معكم نشيطة وأرجع من أول وجديد. لا نايا الأسئلة اليوم عاملتها فظيعة. وهلا ها هلا هدول الأسئلة كلها عم تبتكرها، بدها تقصف جبهتي اليوم. يلا هلا دور نايا،
راح أسأله لو عطوكي ساعة تقعدي فيها على التلفزيون أو ساعة إنك تدرسي فيها، شو بتختاري؟ يا الله راح اختاري. لح أقول بصوت عالي إني ما بقدر. يلا قولي. طلع التلفزيون. حشتيني بهالفيديو. يعني بتحبي التلفزيون أكثر من المدرسة؟ هلا المدرسة منتصف. شو منتصف يعني؟ يعني شوي مثل. أحكي الصراحة، أحكي الصراحة. الصراحة هاي. ما بتحبي المدرسة، بتحبي التلفزيون؟ إيه بحب البيت والتلفزيون واللعب واللهو. والمدرسة شو نساوي فيها؟ نسكرها؟ وأنا قلتي لي مليت وخذوني على المدرسة أكلت هذا كله عشان خير جو بالأوفنجاستك، وطلع لا في أوفنجاستك لا في موقع مجالستك. شو الأشياء اللي بتحسي إنه أنت مثلاً ناقصة عندك؟ يعني شو قصدك أنت بهالسؤال؟ يعني إنه شو في أشياء بتكوني أنت جاي عبالك إنه تكون عندك وبتحسي إنه ما عندك ياها؟ يعني في اشياء مثلا محدده او معينه براسك بتحسي انه انت بتزعلي ليش انا ما عندي هيك، ليش ما انا عندي هيك، وشو هي هي الاشياء؟ هلا انا عندي كل شيء غراب، بس الشغله الوحيده اللي بحلم تكون عندي هي مرايه مكياج صغيره. هاي هي. الحمد لله يا ربي. طلع كثير شيء بسيط، فكرت بتقعد هلا تقعد على الاصابع. حلو، هلا دورك تفضل. دنكن؟ يس دنكن. وهلا السؤال عنا يا يلا. تقدري لو سألوكي انه تقدري تطلعي من نومك من نومك وشعرك منكوش وما عندك مكياج ولابسه هالبيجاما بدون ما تغسلي وشك فرشي اسنانك بتطلعي برا وتتمشوري او انك تحطي المكياج هيك انك تحطي الحمرة على جبينك؟ نحنا ما لو خيروكي. لا مو يا لخو، نحنا انت عبد الصراحة. هلا رح اجاوبك على القسم الاول. ما اكتفت فيني انه انا قايمة من نومي ما بدي ياني غسل وشي ولا مشرف شعري وبالبيجما وبدون ميك اب. لا اكيد بصراحة بصراحة مستحيل اني اعمله، يعني مستحيل مستحيل اني اعمله، يعني الا اذا كان في شيء شديد شديد وقوي، واللي هو انه روح افتح الباب اذا ندق الباب، او اذا بدي استلم شيء بوست او استلم شيء وحتى بتخبى ورا الباب. يعني لا ما بساويها هي بكل صراحة. طيب وهلا الجواب الثاني. لا شو الجواب الثاني؟ شو السؤال الثاني؟ الجواب الثاني كان ايه انه تحطي المكياج عشوائي وتربطي شعرك عشوائي وتطلعي. شو يعني مكياج عشوائي؟ شلون هاد؟ يعني تحطي المكياج وين تمك بتحطي هون الحمرة، وين بتحطي الهايلايرر بتحطي. لا هذا اذا كان تحدي ورح اعرف حالي اني انا بدي اخسر او اربح من ورا هذا التحدي، ايه بعمل هذا التحدي ما عندي مشكلة. بحط الحمرة هون وبحط الفونديشن هون وبحط المسكرة هون، ايه ما عندي مشكلة بساويها. هلا سؤالي انا، جهزي حالك. اذا اجت رفيقتك واهلها لعنا وقالوا لك يا نايا شو رأيك تيجي تنامي عنا اسبوع، بس بشرط ضمن هالاسبوع ما بتحكي مع الماما ولا مع اختك ولا مع حدا ولا بتشوفيهم فيديو، بس بتقعدي عنا اسبوع كامل، احكي لي صراحة بتقعدي صراحة؟ انا ما بزعل. صح صح الصراحة انه هي ما بقدر اروح على بيت اختي. ليش؟ اسبوع بدون ما احكي معك بدون كاميرا بدون شيء، لا ما بقدر. ليش؟ يوم بقدر لحالي ضل بدون كاميرا وهيك خلاص. بس اسبوع لا بصراحة اني ضل عندك. يعني هي انه بتقدر يوم بس ما بتقدر اسبوع. وين بتلاقي انه الحياة احلى وافضل يعني؟ او انه لما بتقضي يومك بشكل عام بتقضيه بالمدرسة بيكون احلى ولا عم تقضيه بالبيت وبيكون احلى؟
هلا نقعد بالبيت ونطلع مشاوير بيكون احلى من المدرسه اللي قلت لك اياها. مدرسه دراسه دراسه دراسه. وقت اللي عم تاخذي تيجان؟ انا بحط تيجان عبفرفح من الفرح. طيب كمان كل شيء له شيء، الحياه كلها تكون مشاوير ما حلو. حلو بعد المدرسة لا، بس بتحدي الصراحة اليوم رح يوقف عند هون. ليش؟ لأنه عم بكتشف شغلات بها الصراحة. طيب رح أسألك السؤال اللي بعده مباشرة، ماشي؟ شو بتكون ردة فعلك إذا أنت ورفيقتك في المدرسة، رفيقتك أخذت تاج وأنت ما أخذتي تاج؟ شو بيكون ردة فعلي؟ والله بدي بقدر أغير العلامة، بقدر آخذ قلمي حط تاج وخليه مثل ما هو واقعد اتظاهر قدام الناس. هلا هذا اسمه غش. ومن غشنا ليس منا. طيب انت عم تغشي حالك قبل ما تغشي الناس. عم بمزح مين قال لك؟ ردة فعلي ليش حزينة بس مفرح لرفيقتي. A few moments later. إذا سألوكي إنك إيه؟ إنك تحسبي صفحة اليوتيوب أو تحسبي صفحة التيك توك، شو بتختاري؟ لا بحذف اليوتيوب ولا بحذف التيك توك. هلا وصلنا للسؤال الأخير، لأنه رح ننهي الفيديو بس نايا رح تسألني آخر سؤال واللي هو تفضلي. طيب شو نسبة حبك يا التيك توك؟ أو نسبة حبك لي شو؟ هلا نسبة حبي لإلك 100 مليون، مثل ما بتقول هي 100 مليون% يعني. أما نسبة حبي للتيك توك 2000000%. مين بحب أكثر يعني هون رأيك؟ أنت 1000000 والتيك توك 2000000. بحب التيك توك أكثر. لك عم بمزح معك. لك اكيد بحبك الك اكثر يا عمري انت. ولهون حبايبي بكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو، مقلبة العناية بنهاية الفيديو. واذا انتو جداد على قناتنا بليز بتنسونا باللايك والاشتراك واهم شيء اهم شيء اللي هو تفعيل زر الجرس. يس نشوفكم بفيديو جديد. وش وش شاك.